السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هندخل المطعم ألف هنا، هنتعرف على صاحب المطعم ونشوف صاحب المطعم بيقدم ايه، لأن بالنسبة له الفيديو ده يا جماعة دعاية وإعلان. معاكم المعلم طه أبو تياب، العنوان اسمه السجل المدني بجوار المجمع الإسلامي، المطعم ألف هنا لجميع أنواع السندوتشات وجميع أنواع الفطائر. يلا يا معلم طه، ظبط الفطيرة بالله عليك، حط لها شوية جبنة كمان، أيوة زود بالله، أيوة حبشها شوية كمان، الله ينور عليك يا معلم طه، الله ينور، أيوة كمان زود وشوية بطاطس مقلية، جميل يا حاج طه، الله ينور. المطعم بجوار السجل المدني اسنا بجوار المجمع الإسلامي، أيوة يا معلم طه، شوية الشطة والملح اللي من فوق دول، أيوة ظبطهم شوية، الله ينور عليك يا معلم طه. ألف هنا فعلا، ألف هنا المطعم، ألف هنا، أيوة كمان، أيوة جميل، الله ينور عليك، بس ما تزودش عشان المعدة، الله يبارك لك، جميل يا معلم طه، بالصلاة على النبي، أيوة دوس قطعها كمان، الله ينور عليك، قطعها نصين عشان الناس اللي معانا كمان خليهم يقضوا. تمام يا معلم طه، تمام يا معلم طه، لفهم كمان، أيوة ايوه. ودخل المعلم حمزه كمان شغال مع، احلى حاجه في المطعم ده اللي عجبني ان هم لابسين زي موحد والكاب اللي من فوق ومكتوب عليه الف هنا، جميله يا معلم طه. هتعمل ايه؟ هتلفهم؟ اه ايوه يا معلم طه، لف كويس، ايوه الله يبارك لك عشان الصحه، بدل ما اجيب لك وزاره الصحه. تمام يا معلم طه. طبعا يا جماعه عشان ما نطولش عليكم، الفيديو ده للدعاية والإعلان، أي حد عايز يعمل دعاية وإعلان في محل أو مشروع أو أي مكان يسيب لي تعليق أو يتصل عليا، وإن شاء الله إحنا نعمل له دعاية وإعلان ونقدم له أحسن خدمة بإذن الله، وبنتمنى التوفيق والنجاح لكل الشباب يا رب العالمين، وربنا يوفق كل شاب ويوسع رزقه طالما بيكافح يا رب، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح الدائم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.